طب دكتور، مش انا ممكن اكون انا السبب في الموضوع ده؟ يعني كشريك حياه معايا ممكن اكون انا السبب ان انا وصلتها للمرحله دي. طبعا عدم الاهتمام بالنفس، عدم السماع، عدم التكافؤ في كل حاجه، يعني طبعا. يعني كل شيء، هل ده ممكن يوصلنا للمرحله دي؟ طبعا ده بقى أنا طبعا ده بدون وصلنا وانا مسؤول يعني طبعا انا ليا دور، لان انا مسؤول، لان انا طرف من العلاقه دي. بس انا مش حارمي المسؤوليه كامله على الطرف الاخر. تمام. يعني عدم استماعي طبعا للزوج او للزوجه طبعا بيأثر، او مش مبرر لاي شيء بالزبط. يعني بس مش مبرر عدم الاهتمام او عدم الاستماع، هو من الحاجات السيئه جدا. بس ده مش معناه اني حرمي الحمل ان اللي قدامي غلطان فانا هغلط انا كمان. هو مش قدوه ليا في الخطا. هو مش هو هيغلط فانا هغلط زيه. او هو اذاني فانا همشي عشان هو اذاني بالشكل ده. انا مسؤول عن افعالي. تمام. فانا محتاج اراجع نفسي في اي اختيار انا بختاره. ولكن لو احنا بنقول النهارده ان جزء من الازمات الطرف الثاني شريك فيه، طبعا شريك، احنا شركاء في رحله واحده، فطبعا لينا شراكه ولينا مسؤوليه مشتركه. ليك دور طبعا.